السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة الحديد الجزء الأخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رابع مرة أسجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. يلا دعواتكم رجاء، الله يصلح الحال ويهدي البال. نقول بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة مفروضة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. نعيدا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسأل الله من فضله ورحمته ورضوان منه أكبر. طيب نشوف سورة الحديد فيها شيء صعب؟ لا إن شاء الله ما فيها هالصعوبة، بس ربنا اللي يسر للجميع. الوقف على كلمة الأرض، كتير في ناس عندهم خطأ إنه الاستطالة إلها صوت، واحنا قلناها ووضحناها كذا مرة في التوضيح لحرف الضاد. الاستطالة ليس لها صوت، الصوت ناتج من وين؟ من رخاوة حرف الضاد. الناس لأنه حرف الضاد بيتعاملوا معه بشدة، وهذا الخطأ، اتعاملي معه بهدوء وبليونة لأنه حرف رخو. الأرض، الصوت اللي انت سمعاه هذا ان شاء الله تكون واضح، هذا صوت الرخاوة وليس صوت الاستطالة. الاستطالة عملية لسانية فقط، اثناء ما انت بتعطي صوت الرخاوة اللسان لانه غالق المخرج من الامام، فالصوت بده يطلع والهواء اللي مع الصوت بده يطلع من الامام، بس احنا ماسكينه كويس من الامام فبروح يعمل للسان استطالة. شرحتها كتير وواضحة، بس لسه في ناس ما وصلت لهم المعلومة. طيب الدعاء هذا حلو كتير، يا ريت الواحد يدعي لما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى يستخدم هذه كمقدمة للدعاء، لأنه الواحد لما يجي يدعو بإيش؟ بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله، بعدين الصلاة على النبي، بعدين تسألي حاجتك، بعدين تنهيها برضو بنفس ما بدأتيها بالصلاة على النبي. هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم أنت الأول فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس دونك قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت على كل شيء قدير وعليم. وادعي ربك إن شاء الله بيكون دعاء مستجاب. طيب العرش، العين هنا معرضة تطلع عا، هي العاء العرش، وقلنا العين من الحروف اللي بتيجي بشكل عرضي للفم يعني بابتسامة، الهمزة والها والعين والحاء والياء والواو كلها بتيجي بالشكل هذا، بشكل ايش؟
الابتسامة الخفيفة هاي. طيب ب بصي بصي صير. الياء ملهاش دعوة بكسرة الصاد، الصاد بدها تطلع مفخمة حتى وهي مكسورة، بس الياء بتضلها ايش؟ رقيقة. والراء طبعا سكنت وقبلها ياء فهنا ترقق. ب بصير ار. كتير بأسمع الأخوات اللي بيبعتوا لي يعني لما يجيبوا الراء بالذات المرققة بيعطوها بصير، بيطلعوا لي هاو، هذا خطأ، انتبه. الصدو دو دو، اتكائك على طرف لسانك. الصو الصدو دور. طيب ما فيها اشياء كلياتها باذن الله. تمام. من الضو من الضو، اسحب الصوت الى الداخل، اطبقيه بالضغط بيصير عندك ضا مطبقة. أعظم أعظم، الهمزة والعين. أعظم. تمام. الذي يقرض القاف قلقلة على الساكن، دائما القلقلة على وضع الساكن. قرضا قرضا. تمام. العظي العظيم، الياء ملهاش دعوة بكسرة الظاء برضو، انتبهوا. انظرونا انظرونا، لو بدي أبدأ بكلمة انظرونا هنبدأها بضم همزة الوصل. ليش؟ لأنه ثالث الفعل مضموم ضم أصلي. فضو فضوري فضوري. ب ب طي با طي طينو با طينوه. وظاهي وظاهره. تمام. بس ان شاء الله اموركم كويسه. الماء الماء وليس ما. المصي المصير صير. فطال فقا ف فقست. كله سهل، كلها سهل. إن المصدي المصدقين والمصدقات. شايفين عند الدال إيش بعمل؟ الدال الأولى الساكنة في المشدد، انتبهوا. المصدي ايش عملت؟ عشان اطلع من تفخيم الصاد الى دال وليس ضاد، لانك اذا ما عملتيش هيك حتطلع معاكي المصد اض، حتطلع معاكي ضاد. المصدي طينه. تمام. وأقرضوا. في ناس بعت، في واحدة أخت بعتت لي كيف أعمل أخلص المفخم المرقق، هذه ما بقدر أشرح لك إياها عموما، شوفيني وأنا بقرأ، تبعي الأماكن اللي فيها تفخيم وترقيق وشوفي حركة الفك عشان تعرفي. مرات بابتسامة، مرات باتكاء قوي على مخرج الحرف، ما بقدر أعطيكي معلومة كاملة في هذا الموضوع، فبدك تتبعي تقرأي معي كذا مرة وتتبعي طريقة الفك وكيف أنا بتعامل معه
إن شاء الله بتوصلي. وأقرضوا قرضاً قرضاً. بس ما فيش فيها أي صعوبة، ما بدي أطول. أسأل الله السلامة والعفو والعافية، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي شايف في حاجة بدها شرح يكتب لي، أنا مستعدة أعيد الشرح مرة تانية. إلى سورة المجادلة إن شاء الله في الفيديو اللي بعده. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.